السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية فلاح عبيد. مرحلة حفظ المفردات. الفقرة 22. حفظ الصفات القائمة دال. نتابع هنا حفظ صفات كي نصف بها الأسماء التي تعلمناها في الفقرات السابقة، وهذه هي القائمة الأخيرة من الصفات. نتعلم فيها أن نصف مثلا عندما يكون شيء قريب ونريد أن نصفه نقول عنه near near near، أما بعيد far far near 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 far far far. نلاحظ هذين اللباسين، هذين القميصين. الأول يمكن أن نصفه بأنه كبير والثاني صغير جدا. large tiny large 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 tiny tiny tiny. هاتان السلحفاتان، هذه little little أي صغيرة، أما هذه ضخمة huge huge. little 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 huge huge huge. إلى صورة جديدة، هذه بمعزل عن الأخرى. يمكن أن نقول عن هذا المنظر أنه، طبعا مرت معنا صفات قبل، أن nice wonderful beautiful، لكن نتعلم من هذا المنظر الآن صفات جديدة أخرى. يمكن أن نصف أنه مدهش مثلا فنقول amazing 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 amazing. أما هذه الامرأة فتشعر بشيء مزعج أو مرعب أو مخيف أو رهيب، فالألم مثلا يمكن أن نصفه بأنه terrible 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 terrible. وهذا الشيف أتى لنا بطعام يصفه بأنه لذيذ delicious. نتعلم صفة delicious delicious. لدينا الآن كلمات يمكن أن نعتبرها صفات أيضا، وهي الألوان. الألوان يمكن أيضا أن تعتبر صفات، ونحفظ الآن قائمة من الألوان. black 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 white 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 white. لا تنسى ترديد الكلمة. red 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 red. blue 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 blue. green 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 green. yellow 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 yellow. orange
أورنج 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 بيربل 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 بينك 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 جراي 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 براون 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 براون. والآن نحاول أن نجمعها مع بعضها ونتذكر كلماتها. حاول معي تذكر كلماتها أو احفظها من جديد. green green blue blue red red yellow yellow black black white white pink pink purple purple brown brown gray gray orange orange. أخيرا نصل إلى كلمات الأعداد الترتيبية والتي يمكن أيضا نستعملها صفات في كلامنا. الترتيبية يعني مثلا هذا السباق عندنا هذا الشخص حصل أو وصل الأول، بدل أن نقول واحد نقول الأول الثاني الثالث. في اللغة الإنجليزية نقول first second third first second third. إذن وهذه كلماتها first first second second third third first second third. بعدها تأتي العداد كما تعلمنا العد في البداية، فقط نضع مقطع ث في النهاية، فنقول fourth fifth sixth seventh eighth ninth tenth. إذن هنا نعد نقول الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر، وليس عدا طبيعيا فنقول واحد اثنان ثلاثة. إذن هنا للترتيب عندما نحسب أشياء أو نصفها بترتيبها. لنعد، لا تنسى الترديد: first second third fourth fifth sixth seventh eighth ninth tenth. هنا كلماتها first second third fourth fifth sixth seventh eighth ninth tenth. لاحظ الاختلاف البسيط في كلمة fifth وفي كلمة eighth، أيضا في كلمة ninth حذفنا الإي. first then first تختلف عن one، second تختلف عن two، third قريبة من three لكن تختلف عنها. أما البقية فقط نضع th في النهاية، لاحظها، عيد من جديد: first second third
fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. انتهينا من صفات اليوم والصفات بشكل عام، وصلنا إلى معرفة رصيدنا في بنك المفردات. 500 من الأسماء تعلمناها سابقا، وثلاثون صفة في فقرة الصفات ألف، وفي الباء 30 صفة أخرى، وفي جيم 32 صفة، واليوم في الفقرة دال من الصفات 28 صفة، وانتهينا من الصفات لنجمع 120 صفة في رصيدنا. الآن نراجع هذه الصفات مكتوبة وبمعانيها في اللغة العربية. ننصح كما دائما بنقلها إلى قائمة في دفتر خاص بالمفردات التي جمعناها تحت عنوان صفات. إذن near, near, far, far, large, large, tiny, tiny, delicious, delicious, amazing, amazing, terrible, terrible. والألوان red, red, blue, blue, green, green, yellow, yellow, black, black, white, white, brown, brown, gray, gray, orange, orange, pink, pink, purple, purple. وأخيرا إلى الأعداد الترتيبية التي أخذناها، أول، ثاني، ثالث، رابع، خامس، إلى آخره. first, first, second, second, third, third, fourth, fourth, fifth, fifth, sixth, sixth, seventh, seventh, eighth, eighth, ninth, ninth, tenth, tenth. انتهينا إذن من حفظنا للصفات. في الفقرة القادمة إن شاء الله، الفقرة 23 حفظ المفردات الأساسية، نراجع فيها مراجعة سماعية وكتابية لحفظنا للصفات، ونختم حفظنا للصفات بإذن الله في الفقرة القادمة. تحصلون على فقراتنا تباعا من يوتيوب بالبحث عن قناة فلاح عبيد والضغط على اشتراك وعلامة الجرس للإشعارات، وفي فيسبوك بالبحث عن صفحة نيو ساتيوز إنجليش والضغط على إعجاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.